بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجالس الطيبين نعيش فيها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من كبائر الذنوب ويسميها الموبقات، وفي حديث أبي هريرة: اجتنبوا الموبقات السبع. قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكمل الحديث. وهذه الثلاثة كنا قد أخذناها في حلقة سابقة، ونكمل اليوم ونعيش مع هذا الحديث النبوي الشريف. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأكل الربا. وأكل الربا محرم في الشريعة الإسلامية، كتحريم القتل، وكتحريم الزنا، وكتحريم السرقة، وكتحريم الكذب وشهادة الزور، وكل هذه المعاصي وكل هذه المخالفات، باتفاق المسلمين شرقا وغربا، سلفا وخلفا. إلا أن هناك اختلاف بين العلماء فيما إذا كانت هذه المعاملة من الربا أو ليست من الربا، وهذا الاختلاف في الحقيقة قديم. وهناك نوعان من الربا: ربا بيوع، وربا ديون. واختلف العلماء في علة الربا على عشرات أقوال. فأبو حنيفة يقول إن علة الربا هي اتحاد الجنس وقضية المقدار، يعني ينبغي أن يكون الجنس متحدا، ولذلك فعنده يجوز أو أن الربا يقع في مبادلة التراب بالتراب. أي شيء جنسه واحد وهو يقدر، وكلمة يقدر عنده بمعنى أنه يكال أو يوزن، فمدام عربية التراب هي عبارة عن كيل، فلا يجوز بيع عربية تراب أو رملة بعربيتين، هكذا عند الإمام أبي حنيفة. إلا أن الشافعي رأى أن العلة هي الطعم، ومعنى أن يكون العلة الطعم حرمة جريان الربا في المطعومات حتى لو كانت ماء. الماء مطعوم، الدواء مطعوم، يبقى لا يجري فيه هذه الزيادة. أما الإمام مالك فيقول القوت المدخر، ولذلك الدواء والماء لا ربا فيهم عند الإمام مالك. عشر علل يختلف فيها سفيان الثوري مع أبي حنيفة مع مالك مع كذا إلى آخره، والكل يحرم الربا. ولذلك فهناك أمور اتفق كل العلماء على أنها عند كل العلماء هي من الربا المحرم، وهناك أمور اختلفوا فيها، وعندما اختلفوا فيها لم يكفر بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا، واحتمل بعضهم بعضا، ولم يدعي أحدهم أنه على صواب مطلق
وأن الآخرين يخالفون الإسلام ويخالفون المسلمين. وعندما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي بين أيدينا، اختلف فيها العلماء هل هي تحقق معنى النقود الشرعية التي حرم الله فيها الربا أو أنها خارج من ذلك. وعندما نشأت البنوك اختلف فيها العلماء هل هي تقوم بقضية فيها ربا أو أنها تقوم بغير ذلك من سياسات نقدية تحكم جريان عرض النقود في المجتمع وتتحكم في الادخار وفي الاستثمار وتقود عملية تداول النقود من غير أن توصف بأنها من الربا المحرم الذي يضر بالفقير ويضر بالسياسة النقدية ويضر بحال استقرار الأسواق إنتاجا واستهلاكا. ولا يجب أن نستمع من بعضهم إلى التكفير والتفسيق والتبديع ما دام قد خالف رأيهم أو قال مقولة لم تصل إلى أذهانهم ولم يفهموها، بل علينا أن نعلم أن الجميع، كل المسلمين، يحرمون الربا، حتى الذين قالوا إن إجراءات البنك التي تجري في مصر مثلا الآن بعد تغير القانون في سنة 2004 بقانون جديد يحكم العلاقة بين المدخر وبين البنك وبين البنك وبين المستثمر، يحكمها بوضوح، يبعد عن الربا. الآخرون قد يكونوا لم يطلعوا على مثل هذا التغيير ولم يفيقوا إليه ولم يلتفتوا إليه، وإذا ما ذكرنا ذلك لهم فإنهم يتعجبون. لكن الأمر هنا هو أن أحدا من المسلمين لم يحل الربا، لم يحل أحد من المسلمين الخمر، لكنه يقول إن هذا ليس خمرا أصلا لأنه غير مسكر. لم يحل أحد من المسلمين الخنزير، لكن هو يقول إن هذا الحيوان الذي أمامنا ليس خنزيرا، ويختلف مع من يظنه خنزيرا. ولكن الاثنين يحرمان الخنزير، ولكنهما يختلفان في هذه العين بالذات، هل هي خنزير أو ليست بخنزير. فيجب على الدعاة أن يتقوا الله في هذا المقام، وأن يوردوا الخلافة، وألا يتهموا أحدا من المسلمين بأنه قد أحل الربا وأكل الربا من الموبقات، لأنه يؤثر في الطبقة الفقيرة ويؤثر في الأسواق ويؤثر في جريان الإنتاج والاستهلاك تأثيرا فيه خراب للبيوت. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر ومن الموبقات التي لا تشعر أن هناك أمانا في المجتمع، فإن الصغير يهضم حقه ويؤكل ماله. وعلى كل حال فإن أكل مال اليتيم إنما هو أكل النار المستعرة في بطن من أكلها. اليتيم حقه علينا الحنان والأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويقول وقد وضع يده على رأس يتيم أن من وضع يده على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة من رأس اليتيم، وذلك لأن رعاية اليتيم هي رعاية مهمة جدا تنبئ عن رقي المجتمع من عدمه. ولذلك
كان عدم المساس بمال اليتيم أساسا من أسس رقي المجتمع، وكان أكل مال اليتيم يؤذن بأن هذا المجتمع لا خير فيه. والتولي يوم الزحف، القتال في الإسلام شرع لصد العدوان ورفع الطغيان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نقاتل الذين يقاتلوننا، وأن نجعل ذلك في سبيل الله وألا نعتدي. إن الله لا يحب المعتدين صارت مبدأ عاما عند المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى أبدا لا يحب المعتدين، ولذلك لا نكون نحن من المعتدين. إذا كان الأمر كذلك فالقتال إنما هو في سبيل الله، وإنما هو في سبيل قضية لا نريد من أحد أن نستولي على أرضه ولا أن نستولي على ماله ولا عرضه، وإنما نريد الدفاع عن الحق. ولذلك فإن التولي يوم الزحف من الكبائر، لا يجوز لنا إلا في حالة الكر والفر. والتولي يوم الزحف من الموبقات السبع الكبار التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات مظهر آخر من مظاهر شيوع الفساد وضعف أركان المجتمع، أن نقذف المؤمنة الغافلة المحصنة التي هي حرة شريفة، فإذ بنا نتكلم بكلام لا أساس له من الصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذه البلية التي ابتلينا بها في مجتمعاتنا أن كثيرا من الناس يتكلمون بمحض ما يسمعون، ويظنون أن في هذا حرية للرأي، أو أن في هذا حرية للتعبير، والأمر ليس كذلك. حرية الرأي وحرية التعبير مربوطة بالمصلحة، مربوطة بالحقائق، مربوطة بالصدق، وليست مربوطة بأن يتكلم كل من هب ودب في كل شيء ثم يرى من حقه أن نصفق له. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من أنواع الكذب، وقال: ثم يفشو الكذب. ولذلك فإننا نرفض رفضا تاما مبدأ الكذب، حتى إنه قال في هذا الأساس وهو يسأل من أبي ذر: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. بعد أن قال له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. لعل أن يعني دافع شيء من الاحتياج دفعه إلى السرقة، والسرقة جريمة كبيرة حد الله لها حدا بقطع اليد، حتى يعني يفظع ويعظم شأن السرقة ويأمر بالابتعاد عنه. أيزني المؤمن؟ قال: نعم. بالرغم أن الزنا جريمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: اجتنبوا التسع الموبقات. هنا السبع الموبقات وهناك التسع الموبقات، وزاد عليهم عقوق الوالدين وشهادة الزور. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.